بالعودة إلى آخر التطورات في إدلب، يعود وينضم إلينا أنس الريسي مراسل أورينت نيوز مباشرة من هناك. أنس، إليك. كنا نتحدث عن آخر التطورات في أريحة بعد ارتفاع حصيلة الشهداء، وأيضا إذا كان هناك أي جديد في عموم محافظة إدلب. أنس، هل تسمعني؟ نعم وسام. نعم يعني في ارتفاع في أريحة. نعم وسام. نعم 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 ارتفع عدد الشهداء في مدينة أريحة، فوصلت الحصيلة الشبه نهائية حتى الآن ل 22 شهيدا سقطوا جراء الغارات العنيفة التي شنتها طائرة حربية روسية البارحة على مدينة أريحة ظهيرة البارحة. هناك عدد من الجرحى، وثق 30 جريحا، وكانت الحصيلة بداية 12 شهيدا سقطوا لحظة الاستهداف بالصواريخ الفراغية على أحياء مدنية بجانب السوق الرئيسي بمدينة أريحة. ومن ثم ارتفع عدد الشهداء بعد أن أخرج الدفاع المدني السوري ما يقارب 10 جثث من تحت الأنقاض، غالبية الشهداء من النساء والأطفال في مدينة أريحة. من المرجح وسام ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 22 شهيدا، لأن هناك الكثير من الحالات التي حولت إلى المشافي الميدانية على الحدود السورية التركية، حالات صعبة للغاية. ربما ترتفع هذه الحصيلة وهي 22 شهيدا جراء استهداف مدينة أريحة كما قلنا البارحة من قبل طائرة حربية روسية بالصواريخ الفراغية. في سياق متصل وسام، أيضا تعرضت البارحة كل من مدينتي معرة مصرين وبنش للقصف من قبل الطائرات الحربية الروسية. معرة مصرين تعرضت لقصف بالقنابل العنقودية، ومدينة بنش أيضا تعرضت للقصف ولكن بقنابل فراغية. أسفر استهداف مدينة بنش عن سقوط 7 إصابات بين صفوف المدنيين. اليوم وسام يعني تعرضت سراقب للقصف بأربعة غارات جوية على التوالي من قبل طائرة حربية روسية. لم تسفر هذه الاستهدافات عن سقوط شهداء أو جرحى بين صفوف المدنيين، ولكن اقتصرت الأضرار على الماديات. يعني كما قلنا، إذن في تطورات المشهد في أريحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 22 شهيدا مدنيا، وهناك 30 إصابة بين صفوف المدنيين. من المرجح ارتفاع هذه النسبة بعدد الشهداء في مدينة أريحة. نعم، أشكرك جزيل الشكر أنس الريسي، وأكتفي معك بهذا القدر خوفا من انقطاع الاتصال مجددا. مراسل أورينت نيوز حدثنا مباشرة من إدلب، شكرا لك.